مساء الخير، مرحبا بكم أيها الأحبة إلى حلقة جديدة من ضمائر متصلة في موسمه الجديد الذي نأمل أن يكون معبرا عن خارطة الثقافة والإبداع السوري والعربي، ورافدا للمشاريع الجادة التي تخاطب العقل باحترام وتغني عوالم الجمال. إلى عناوين حلقة اليوم: بيت القصيد يتعهد إعمار الرقة ثقافيا. البيرغامو بالدارجة التونسية، تجريب أم انقلاب على اللغة؟ يوسف إدريس، شيخوف العرب وقصاص القرية المصرية. خبرنا الأول من الرقة التي نأمل أن يكون قد عرفها الناس من خلال أديبها الأشهر عبد السلام العجيلي قبل أن يتعرفوا إليها من أخبار الحرب والدمار. ففي المدينة المنكوبة اجتمع أدباء وفنانون على أطلال الخراب، لا ليبكوها وإنما ليعيدوا إعمارها ثقافيا وجماليا من خلال مشروعهم الذي أطلقوا عليه بيت القصيد. نتابع التقرير الآتي. ماء وجمر لا يلتقيان، لكن الأدب يجمعهما في بيت القصيد، المنتدى الثقافي الأدبي الذي افتتح في مقهى النوفرا بمدينة الرقة في محاولة من الشعراء والأدباء في المدينة لإعادة تدفق الأدب في شرايين الرقة التي قطع أوصالها تنظيم الدولة. نحن الآن بجانب دوار النعيم الذي في فترة سوداء سمي دوار الجحيم لكثرة ما علقت عليه رؤوس وجثث لأحباء لنا. هذه المنتديات هي بمثابة الرفرفة الأولى للانطلاق إلى رقتنا التي سنعيدها إن شاء الله، نعيد لها الوجه الثقافي الألق الذي صنعه جهابذة من أبناء الرقة من المثقفين. سيارة الحسبة فلديهم صيد ثمين، عليهم أن ينتزعوا مقالبها شيوخها. بإصغاء وتمعن يستمع الحضور إلى سرد أدبي للشاعرة ماريا العجيلي التي تسقط في هذا السرد ممارسات تنظيم الدولة وحالة الهلع والرعب التي ساد وقتها في فترة سيطرتها، فترة لم تغب عن أذهان مثقفي الرقة لكنها لم تقتل حلمهم بإعادة عاصمة الرشيد إلى إبداعها الأدبي والثقافي. نحاول أن ننهض بالأدب والثقافة من جديد. هدف هذا البيت هو أن يكون هناك منبر حر فقط للأدب والشعر، بعيداً عن السياسة وبعيداً عن الحروب تماماً. روائيون وروائيات شابات استدرجهم المكان لعرض كتبهم وتوقيعها وسط تفاعل من أهالي المدينة الذين وجدوا بمثل هذه المنتديات بوابة لإعادة الروح المفقودة في الرقة. إعادة هذه المنتديات وإعادة هذه الأمور تعيد الرقة إلى مسارها الصحيح، والرقة لها مستقبل، وهذا المستقبل بالتأكيد سيكون ناجزاً ويكون يليق بها. محاولات حثيثة من أهالي الرقة بكل شرائحهم لإرجاع ما تم محوه من تراث الرقة وثقافتها وإظهار الفكر الأدبي الذي دأب النظام على تهميشه وإظهار صورة نمطية لا صلة لها بدرة الفرات. إلى عالم الكتب وجديد الإصدارات، فقد صدر حديثاً عن دار المدى الترجمة العربية لرواية السياسي الأشهر في بريطانيا وينستون تشرشل، وهي بعنوان سافرولا، وقد ترجمها إلى العربية فؤاد صابر. الرواية التي كتبها تشرشل وطبعها عام 1889 وكان وقتها في سن 25 هي العمل الأدبي الوحيد له، إلا أنه أصدر كتباً أخرى بطبيعة الحال في السياسة والمذكرات الشخصية. تشرشل السياسي والزعيم البريطاني الشهير، أحد أبرز شخصيات الحرب العالمية الأولى وأحد أقطاب الحرب العالمية الثانية، وكان وما يزال ينظر بدهشة
إلى منحه جائزة نوبل للآداب عام 1953، فهو وإن قدم عملاً أدبياً وحيداً وكان يرسم أيضاً، إلا أنه رجل سياسة وحرب، وعاصره عظماء الكتاب الذين تركوا إرثاً أدبياً إنسانياً هائلاً ولم يظفروا بنوبل. فلنقرأ سافرولا ونرى. وعن دار فضاءات للنشر في عمان صدرت المجموعة القصصية الجديدة للكاتب السوري نجيب كيالي بعنوان الحكايات المخبأة في الأصابع. المجموعة تضم عشرات القصص والقصص القصيرة جدا التي تتعاطى والشأن الإنساني الناجم عن الأوضاع المأزومة في العالم، وتلج تفاصيل الحكايات الصغيرة التي تشكل في مجملها المأزق الوجودي للإنسان المعاصر. نجيب كيالي كاتب وقاص سوري من مدينة إدلب، متخصص في أدب الأطفال، صدر له 11 عملاً للكبار والصغار توزعت ما بين القصة والشعر، وحاز كيالي جوائز عربية عدة في مجال الكتابة للأطفال. بعد الفاصل، البرغامو بالدارجة التونسية، تجريب أم انقلاب على اللغة؟ انتظرونا. مرحبا من جديد. يبدو أن محاولات التجريب في اللغة لم ولن تتوقف، خصوصا في ظل ضعف حاملي هذه اللغة وعجزهم عن مواكبة المنتج الحضاري والتقني في عالم التقانة والتكنولوجيا. العقد الأخير شهد إنتاجاً أدبياً لا يستهان به باللهجات الدارجة والمحكية، خصوصاً في مصر. أما في تونس فقد اختار الشاعر والمترجم ضياء بوسالمي أن يترجم واحدة من أشهر الروايات العالمية إلى الدارجة التونسية، ما يضعنا أمام أسئلة أكثر تعقيداً وعمقاً. اليوم نستضيف بوسالمي لنتحدث عن ترجمته لرواية البرغامو إلى الدارجة بدل الفصحى. أسئلة كثيرة تدور في بالنا، سنطرحها عليه بعد هذا التقرير. أنا مو من نطلب من ربي يغفر لك، كيفاش تنجم ما تأمنش بسيدنا عيسى اللي تعذب على خاطرك؟ بدأ يطيح معايا في القدر وفديت منه. هذه جملة من رواية الغريب لألبير كامو، أو هي في الحقيقة جملة من رواية الغريب لألبير كامو أيضا، ولكنها للتونسيين فقط. هكذا أراد مترجمها ضياء بوسالمي عندما اختار أن يترجم الرواية العالمية إلى الدارجة التونسية في رسالة لا تبدو أهدافها واضحة أو محددة. على أن هذا العمل ليس الأول في بابه، فقد سبق إليه مترجمون تونسيون وعرب من أمثال المصري الدكتور حسنين حسين الذي ترجم العام الماضي رواية الأديب الصيني النوبلي مويان الصبي سارق الفجل إلى الدارجة المصرية، ولم يقدم ردودا مقنعة على الانتقادات الواسعة التي طالت المحاولة. بوسالمي لم يترجم رواية فرنسية إلى الدارجة التونسية وحسب، بل ترجم مذكرات شاعر تونس أبو القاسم الشابي من العربية إلى الدارجة، وكأنه يعلن عن قطيعة بين العرب ولغتهم الفصحى، أو أنها أضحت بالنسبة لهم أبعد من أن تدرك أو تستساغ. وإن كانت فكرة توصيل الآداب والفنون إلى عموم الناس تستحق العناء والتجريب والمغامرة، فإنه ربما يجدر بمن يتصدى للمهمة تذكر أن العامة عبر التاريخ أنتجوا حكاياتهم الخاصة بأدواتهم وخيالاتهم ولهجاتهم، ولأنهم يدركون علو قامة الأدب فقد ابتكرت قريحتهم لغة ثالثة لحكاياتهم لا تهجر الفصحى ولا تميل إليها كل الميل. فالتحش للميدان واختلط بعساكر الصلبان. أرحب بالشاعر والمترجم التونسي ضياء بوسالمي من العاصمة التونسية. مرحبا بك أستاذ ضياء. مرحبا ياسر وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. ضياء، لماذا اخترت ترجمة الرواية إلى الدارجة التونسية وليس إلى الفصحى؟
ألم تضيق على نفسك وتحد العمل في فضاء تونس وربما في فضاء أضيق، كون العامية كما تعلم طبقات وليست واحدة في عموم أي بلد؟ اسمح لي بداية ياسر أن أعلق على التقرير الذي جاء في بداية البرنامج. هو الترجمة إلى الدارجة التونسية لم تأتي في إطار يعني هكذا بدون أي مشروع، ومشروع يعني بدأ مع مذكرات الشاب بنقلها من العربية الفصحى إلى الدارجة، ثم انتقلت إلى رواية ألبير كامو. تجدر الإشارة أيضا إلى أنه هذا ليس تعارضا مع اللغة العربية الفصحى، بل محاولة لتقريب الأدب، هذه النقطة الأولى، تقريب الأدب إلى التونسيين وقراءة الأعمال العالمية الأدبية العالمية أو الأعمال الفلسفية أيضا باللغة التي يتكلمها التونسي يوميا، يعني في المقهى أو في المخبزة أو مع أصدقائه. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي أن الترجمات، الترجمة بالعربية الفصحى للرواية العالمية وتحديدا لرواية ألبير كامو موجودة ترجمات بالعربية الفصحى. الاشتغال على الدارجة التونسية ليس الهدف منه كما تفضل الانتشار عربيا أو عالميا، هو اشتغال محلي على دهجة تونسية ومحاولة كما ذكرت تقريب الكتاب للتونسيين بلغتهم. أيضا اسمح لي أن أضيف أن الرواية بعض ردود الفعل صدرت، يعني نشرت بعض المقاطع من ترجمتي إلى الدارجة التونسية في موقع الحوار المتمدن، وخلق هذا نقاش بين التونسيين وحتى من غير التونسيين حول جدوى هذه الترجمة. واكتشفت أن العديد من التونسيين لا يعرفون رواية الغريب لألبير كامو، فما من يعرفها الرواية وتشجع وأخذ المبادرة بقراءة هذه الرواية بعد ترجمتي. يعني هي بالأساس الترجمات والاشتغال على ترجمات بالدارجة التونسية من الفرنسية والإنجليزية، اللغات التي أتقنها، إلى الدارجة التونسية مباشرة، الهدف منها حقيقة نقطتين كما ذكرت، ولكي لا أطيل، تقريب الأدب إلى التونسيين بلغتهم التي يتحدثونها يوميا، والنقطة الثانية وفي رأيي الأهم، الاشتغال على الدارجة التونسية ومحاولة مراكمة أعمال وبحوث حول الدارجة التونسية التي كما نعرف وهو ليس جديد، يعني في تاريخ تونس، يعني هذا مشروع يعني بدأ منذ تقريبا عشرينات القرن الماضي. ولكن ضياء، الفصحى المعاصرة مفهومة من قبل الجميع، الفصحى المعاصرة، كما أن معجمها اللفظي أغنى بكثير، اعتمادك الترجمة إلى الدارجة ربما حصرك في نقل الأحداث دون المقدرة على توصيل الجماليات والمشاعر، كما تقول الباحثة وفيقة المصري في مقال كتبته عن ترجمتك. سأجيب على الجزء الأول، أبدأ بالجزء الأول من سؤالك أو ملاحظتك. الترجمة إلى الدارجة التونسية، أنت ذكرت العربية الفصحى المعاصرة، أنا لا أوافقك بأن جميع التونسيين يفهمون العربية الفصحى المعاصرة. التونسيون يتعاملون يوميا بلغة تختلف تماما الاختلاف عن العربية الفصحى المعاصرة، لأن الدارجة التونسية كما يتكلمها التونسيون هي خليط ومزيج من العديد من اللغات وحتى اللهجات المتعددة. لذلك أنا لا أوافقك في الجزء الأول من طرحك، وأن العربية الفصحى المعاصرة يفهمها كل التونسيون، هذه النقطة الأولى. بالنسبة للنقطة الثانية، أنا كنت اطلعت على مقال الأستاذة وفيقة المصري، هي أشارت إلى مقطع معين، المقطع طبعا في مسألة الدارجة، هذا وارد جدا، هذا وارد في مسألة الترجمة عموما، يعني الترجمة قد يقع المترجم في بعض الأحيان في مأزق النقل الصور كما وردت في اللغة الأصلية للكتاب الذي يترجمه، وهذا ليس حكرا على الدارجة. يعني إذا كانت حتى ترجمة، أنا اطلعت مثلا على ترجمات عديدة لألبير كامو لرواية الغريب لألبير كامو من الفرنسية إلى العربية الفصحى مثلا وحتى إلى الإنجليزية، وكانت بعض المقاطع يعني ليست في المستوى الذي كان في نست من مستوى النص الأصلي. طبعا الترجمة، فما ذلك المثل الشهير شاك تخديكشون يتون تخيزون بالفرنسية، كل ترجمة هي خيانة. في هذه النقطة بالذات أنا أوافق هذا المثل نوعا ما.
ضياء، إذا سأعود إلى القسم الأول من إجابتك، قلت بأن التونسيون، وأنت أدرى يعني لن أصادر حقك في توصيف مجتمعك، قلت بأن التونسيون لا يفهمون جميعا اللغة العربية المعاصرة، إذن هنالك مشكلة لغوية. بالمقابل أنت ترجمت إلى الدارجة التي هي مزيج من لغات متعددة كما أشرت حضرتك، إذن أنت تعزز اللهجة التونسية الدارجة غير العربية على حساب العربية. المشروع، مشروع الترجمة كما ذكرت منذ البداية، ترجمة الأعمال الأدبية من الفرنسية والإنجليزية إلى الدارجة التونسية، هو محاولة أعيد مرة أخرى لتقريب هذه الأعمال من التونسي. لا يعني ذلك أن ثمة مفاضلة بين اللغة العربية الفصحى والدارجة، أو تفضيل للدارجة على اللغة العربية الفصحى، هذا أنا لا أدعي ذلك. أنا كنت نشرت منذ شهرين كتابي الخامس، وهو مجموعة شعرية كتبتها بالعربية الفصحى. أنا أكتب بالعربية الفصحى، بالدارجة، نعم، بالفرنسية، وحتى بالإنجليزية. المشكلة يعني أرى أن مسألة الطرح إذا سمحت، طرح المسألة وكأنه تفضيل للغة العربية الفصحى أو للدارجة على حساب العربية الفصحى، هو نقاش يعني قد يكون لا يمكن أن نصل به إلى أي شيء. يعني الأصل في الأشياء هو أنه العربية الفصحى، الترجمات بالعربية الفصحى موجودة، لما لا نترجم بلغة التونسي، اللغة التي يتكلمها يوميا. وهذا أعيد، الدارجة التونسية في الأدب التونسي خصوصا وفي الأدب العربي عموما، الدارجة واللهجات الدارجة ليس بجديد في الأدب التونسي. صحيح، ولكن أيضا الظاهرة بدأت تتحول إلى، يعني تتوسع وتتمدد. الدكتور حسنين حسين فعلها قبلك وترجم رواية مويان الصبي سارق الفجل إلى الفصحى، ولكن الحوارات معظمها كانت بالمحكية المصرية، قبل بانتقادات، وبالحقيقة لم تكن ردوده يعني واثقة أو مقنعة. يعني بصراحة، هل هنالك محاولة لتكريس اللهجات المحلية؟ وما الهدف؟ يعني لماذا لا نعمل على أن تكون العربية المعاصرة؟ أؤكد، المعاصرة هي لغة الجميع. ربما اسمح لي أن ربما سأجيبك بسؤال، يعني قد يبدو هذا غريبا، ولكن سأرد بسؤال. وكيف تكون ترجمة الأعمال إلى الدارجة التونسية حركة أو عملية معطلة للاشتغال على العربية الفصحى والنهوض أو تثوير اللغة العربية الفصحى؟ أنا رأى مرة أخرى أؤكد، أنا لا أرى أي تعارض بين اللهجات أو الدارجة التونسية في بصفة خاصة واللغة العربية الفصحى. أنا لا أرى هذا التعارض الحقيقة، هذا ليس طرحي. طيب ضياء، ولكن الأدب الشعبي، ما يسمى اصطلاحيا الأدب الشعبي، أفرز عبر العصور منتجه، لم ينتظر أن يقدم له إنسان من شريحة ثقافية أخرى منتجا. الأدب الشعبي كان له حكاياته، غناؤه، تراثه الموسيقي، شعره، إذن لماذا نقحم أعمالا أدبية دخيلة في سياق ثقافة شعبية هي تقوم بنفسها بإنتاج وإفراز فنونها وآدابها بأدواتها؟ هو الحقيقة إذا قاربنا المسألة من هذه الزاوية، تنطبق أيضا المسألة على العربية الفصحى. إذن لما نترجم الأعمال الأدبية العالمية، أو لما نترجم الكتب الفلسفية التي لا تندرج ضمن الثقافة العربية كما تفضلت حضرتك، لما نترجمها إذن ونقحمها في هذه الثقافة العربية؟ أظن أن المسألة أعمق من هذا، وأهم بكثير، من حيث أن الترجمة هي مرة أخرى فيما يخص الأعمال الأدبية، وهو المشروع الذي أشتغل عليه الآن، ترجمة أعمال أدبية عالمية من الفرنسية والإنجليزية إلى العربية الفصحى، يأتي في إطار محاولة لإقحام هذه الثقافة الغريبة نوعا ما عن التونسي. التونسي نعرف أن طبقة معينة لها
لها إمكانية الولوج إلى عالم الروايات الفرنسية أو إلى عالم الروايات الإنجليزية وحتى إلى عالم الروايات العربية حتى المكتوبة منها بالعربية والمترجمة بالعربية. ثم أيضا من يريد هو له إمكانية، وأنا كنت خضت العديد من النقاشات مع قراء يقرؤون ويتابعون الأدب، يعني كانوا يفضلون قراءة ترجمات لروايات عالمية باللغة، أؤكد مرة أخرى، باللغة التي يتكلمونها كل يوم. يعني في حاصل الأمر إذا في آخر الأمر إذا دخلت إلى مكتبة ووجدت رواية الغريب بالفرنسية بالإنجليزية بالعربية الفصحى وبالدارجة، لا أرى يعني الترجمات موجودة، ومن يفضل أن يقرأ بالعربية فليقرأ، من يفضل أن يقرأ النص الأصلي بلغته الأصلية، ومن يفضل أن يقرأ بالدارجة، تبقى مسألة اختيار، تلك وجهة نظر القارئ. ضياء، أخيرا سؤالي الأخير، إذا أقمنا مشروعا في تونس لترجمة الأعمال من اللغات ومن اللغة العربية أيضا كما فعلت مع مذكرات الشاب إلى الدارجة، وقام مشروع في الجزائر، مشروع في المغرب، مشروع في لبنان، مشروع في سوريا، مشروع في العراق، مشروع في الأردن، مشروع في السعودية، مشروع إلى آخره، ألا تتعزز اللهجات وبالتالي ألا تؤثر على اللغة الأساسية اللغة العربية الفصحى؟ يعني كيف يمكن أن نكرس لهجات محلية وننقل الآداب إليها ولا نقول بأن اللغة العربية تتأثر؟ يعني الموضوع لا يبدو كذلك بصراحة. هو الحقيقة كملاحظة بسيطة قبل أن أجيب، هي اللغة العربية الفصحى كانت لهجة قبل أن يتم تقعيدها وتبلورها إن صحت العبارة في شكل لغة، هي لهجة، كانت لهجات عند العرب. منذ نحن نتحدث يعني نعم نحن نتحدث عن منذ قرون عن لغة يعني صامدة، لا أرى أن الاشتغال على اللهجات الدارجة في مختلف البلدان العربية قد يهدد اللغة العربية. ناهيك أن مثلا ثمة اللغات يعني بدأت في شكل لهجة، يعني ومع تراكمات البحوث ومع الآداب ومع عملية الكتابة والاشتغال عن اللغة تحولت إلى لغات هذه اللهجات. أذكر مثلا الإيطالية، يعني دانتي أليغيري برواية الكوميديا الإلهية يعني كان يكتب باللغة المحكية، يعني لم تكون مقعدة الإيطالية كما هي موجودة اليوم. أيضا سيرفانتيس عندما كتب بالإسبانية، حتى اللغات في حد ذاتها هي يعني تحت مجهر الزمن والوقت والتغيرات. يعني إذا لم تشتغل اللغة، إذا لم يشتغل أصحاب اللغة والمتكلمين بها عليها فإنها ستندثر، هذا أمر طبيعي. المشكلة مع اللغة العربية الفصحى إن صحت العبارة بالقول أنها لغة ليست لغة علم وليست ولغة متأخرة، هو الخطأ يرجع إلى المتكلمين باللغة العربية الفصحى وليس إلى العربية الفصحى. ولا أرى مرة أخرى أن الاشتغال على اللهجات الدارجة في مختلف البلدان العربية قد يهدد اللغة العربية بأي شكل من الأشكال، لأنها قبل كل شيء وأهم، أظن أنها أهم نقطة، أن اللغة العربية في المخيال العالم العربي الإسلامي كما يقال هي لغة المقدس. شكرا جزيلا الكاتب والمترجم ضياء بوسالمي، كنت معنا من تونس، شكرا لك. يبقى الفصل بين اللغة والهوية أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلا، وأي سهم يصيب اللغة بمقتل لن يكون تأثيره على الهوية أقل ألما. وإن كانت لغة التراث جامدة متقعرة كما يرى البعض، فإن الفصحى المعاصرة حيوية متجددة تتسع لكل ما نريد قوله، بل يمكن أن تتقولب وفق ما نريد قوله. ومع ذلك فإن صعود نجم اللهجات العامية والدارجة لن يخبو، ولعل يوسف إدريس كان أحد أبرز المجربين في تطعيم الأدب باللهجات الدارجة. نتابع سيرة تشيخوف العرب وحكاء القرية المصري. Thank you.
شكلت اللغة في قصص يوسف إدريس جزءاً من بنية الشخصية على اختلاف أنواعها وتعدد مستوياتها، وتميزت في قدرتها على الكشف عن عوالم هذه الشخصيات على مستوى الرؤية فكراً واتجاهاً وسلوكاً. فكان إدريس لا يتقصد اللغة بمقدار ما تفرض الشخصية لغتها. ونحن نتمنى أن نكون قد أثرنا مواضيع جديرة باهتمامكم أيها السادة. أشكركم وأحييكم في نهاية حلقة اليوم من ضمائر متصلة. تابعونا تكرماً من خلال وسائل التواصل الخاصة بتلفزيون سوريا. أراكم السبت المقبل، كونوا بخير.